وينك يا شفت الكل؟ هون ابن عمي بالمطبخ. يا سلام، وشو عم تعملي بمطبخ النجوم؟ عم شوف كل نجم شو عم يطبخ. لك تعال تعال ساعدني. يلا لك جاي لحتى ساعدك واتعلم من مطبخ النجوم. مطبخ النجوم كل يوم طبخة وكمان محلاية. بوزة ومحلاية. مع تحيات مازن لطفي. يسلم هالتم يا ست الكل. هذا البرنامج برعاية رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير لكل الجاليات العربية في أمريكا. باسمي أنا علي البغدادي وشريكي فادي بهنام وكل كادر مطعم حشتار، أعاده الله على الجميع باليوم والخير والسلام والأمان. تحياتي أنا علي بغدادي، في أمان الله. بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار مطعم أهل البيت والخطار. 36515 ماي رود في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم طبعا. وكل يوم بدي لكم رمضان كريم لأنه نحن عم نعيش أيام حلوة وأيام مباركة كلها عبادات وصلاة وصوم، والحمد لله رب العالمين على الصحة. اليوم أنا ضيفي الحقيقة فنان مصري عتيق وقديم وله تاريخ، هو الفنان المصري الممثل والكاتب والأديب سيد حماد. رح يحكي لنا عن العادات والأكلات المصرية الظريفة. تحية طيبة، أهلا فيك أستاذ سيد. إزيك، كيف صحتك؟ رمضان كريم يا أستاذ سيد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مازن، تحياتي لحضرتك وللسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طيب خليني بقى دلوقتي أسألك عن العادات والتقاليد بالقاهرة، بمصر بشكل عام، بالريف المصري. قل لي بقى، احكي لي عن العادات والتقاليد في مصر. تفضل الميكروفون معك. والله بالنسبة للعادات والتقاليد في مصر في شهر رمضان، يعني أهمها إن أول يوم رمضان بتجتمع الأسرة المصرية بكل أفرادها داخل البيت ويفطروا مع بعض، لأن طبعا زي ما حضرتك عارف الكثير من الناس يعني يعرف قيمة وأجر يعني إفطار الصائم، فبتلاقي الأسر كلها بتتراحم وتتزاور في شهر رمضان، فبيبقى مفيش أسرة مكتملة في شهر رمضان داخل البيت يعني طيلة 30 يوما. بس يعني أول يوم هو اللي أساسي. الناس عندنا في مصر يعني ما بتخرجش في أول يوم، بتفطر مع بعضيها سواء بقى بره البيت أو جوه البيت، يعني في مطعم مثلا، ولكن نتكلم في البيت الأسر الطبيعية يعني بيفطروا في البيت. يا سيدي، لقاء الأسرة في رمضان أهم حاجة، لم شمل الأسرة طبعا. هلأ بدي أسألك بقى يا أستاذ سيد عن الطبق الأهم في المطبخ المصري. إيه هو الطبق الأهم؟ اتفضل الميكروفون معك. اتفضل. إيه الطبق المهم داخل البيت المصري؟
هو المحشي، يعني هو ممكن تلاقي في شهر رمضان 10 أصناف على السفرة، بس ما ينفعش يبقى المحشي غايب. يعني لو في أسرة فقيرة هتعمل محشي، بس أسرة تانية هتعمل محشي وجنبيه رز وجنبيه ملوخية. لو في واحد ما بياكلش مثلا رز يعني ما بياكلش المحشي يعني، فياكل من الرز والملوخية أو طبق مكرونة. يعني تلاقي ايه دايما اكنك في بوفيه مفتوح في شهر رمضان، اللي هو شهر الصيام مش شهر الاكل يعني اصلا. يا سيدي، لقاء الاسرة في رمضان اهم حاجة، لم شمل الاسرة طبعا. هلا بدي اسألك بقى يا استاذ سيد عن الطبق الاهم في المطبخ المصري، ايه هو الطبق الاهم؟ اتفضل، الميكروفون معك. اتفضل. بالنسبة للطبق المميز يعني في الاسرة بتاعتي وفي قريتي، القرية بتاعتنا ليها حق يعني حصرا ان هم يعملوا محشي شبت، يعني يعملوا الشبت زي ما تقول براءة اختراع، يعني ما فيش خارج القرية الا ان يكون مثلا بنت من القرية تزوجت برا القرية فبتروح بتعلم الناس وتوكلهم محشي شبت. ازاي بيتعمل محشي الشبت؟ يعني لو اشتريتوا 20 ربطة شبت وقطفتوهم لحد ما تعملوا وزن حوالي 20، العشرين ربطة هيعملوا حوالي 0.5 كيلو شبت. النصف كيلو شبت ده يحتاج حوالي 125 جرام رز. الأرز طبعا ممكن يعني يكون كمية تكون كتير، بس هو ده تقريبية، الأوزان تقريبية يعني. وخلطة المحشي العادية اللي هي يعني بيتحط فيها الرز، معروفة للسيدات يعني في البيوت، اللي هي مكونة من البقدونس والكزبرة. طبعا الأول بيتعمل تخديعة على النار بالبصل والطماطم والبهارات، وبعدين يتحط فيها شوية رز بحيث ان احنا نكون الخلطة بتاعت المحشي. عملنا الخلطة بتاعت المحشي، فاضل الشبت عايزين نجهزه عشان نحشيه. بنجيب الكمية بتاعت الشبت ونسلقها في مية يعني على النار، خلاص بعد ما يتسلق بيتطوع معانا نشكله زي ما احنا عايزين، فبيتفرد على الكف بتاعت الايد قطع الشبت ويتحط في قلبيها شوية رز ويتكور على شكل بيضاوي، بعدين يترص في الحلة من فوق. يعني لو هتعمل شبت بس في الحلة يبقى لازم بتحط تحتيه بصل كتير بحيث ان هو ما يشطش وما يتحرقش، لان الشبت ما بيحتاجش يعني درجة حرارة عالية. وبالهنا والشفا يعني ده كده يطلع يتغرف ويبقى اكله طيب جدا، واتمنى ان هو يعجبكم يعني ان شاء الله. خليني اسألك بقى دلوقتي عن المشروبات الرمضانية، ايه هي العادات؟ بالنسبة للمشروبات يعني احنا عندنا طبعا التمر، وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام ان الواحد يفطر على تمر او على لبن او على الماء. فاحنا عادة بنفطر يعني على تمر، ويعني بنجيب قمر الدين السوري دايما متواجد في البيت المصري في رمضان، فممكن برضو بنعمله عصير اما نشربه بعد الاكل او قبل الاكل، طبعا اذا كان في تمر فبناخده احنا بعد الاكل مباشره. اعزائي المستمعين، كنت واياكم في لقاء من مطبخ النجوم مع الفنان المصري العريق والقديم والعتيق سيد حماد. بتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم وما اكونش ازعجتكم، وكل عام وانتم بخير. وكان معكم سيد حماد ممثل مصري.
انطرونا بحلقة جديدة مع مطبخ النجوم، أطيب طبخة، وإلى اللقاء مع مطبخ النجوم. مع تحيات مازن لطفي.